ورساله هنا، وده اللي انا حابب اتكلم فيه جمهور نادي الاهلي الحقيقه، اللي حابب ابتدي بيه حلقه النهارده، وده اللي قلت لكم في البدايه. الناس من النهارده يعني صبح النهارده وكاننا فزنا، يعني الحاله دي حاله الرسائل وحاله الاتصالات المستمره، الناس كلها بتتكلم في نفس الموضوع، ما بتحصلش او ما بتتكررش الا لما الاهلي بيفوز بلقب كبير او يعمل جيم كبير في بطوله زي بطوله كاس العالم اللي جماهير نادي الاهلي متعوده انها تشارك فيها. والقصه كلها على الترند اللي حاصل يوم الزلزال اللي حاصل لمجرد تسريب خبر، لمجرد تسريب خبر عن موضوع انا بشوفه في النهايه مهما كان اسم اللاعب المرتبط بالنادي الاهلي موضوع بسيط. يا جماعه دي صفقه لاعب، في الموسم بتحصل 30 و40 و50 صفقه ما بين اجانب ومصريين، لكن ايه الزلزال اللي حاصل؟ ايه قصه القيم والمبادئ؟ فين القيم والمبادئ؟ اين القيم والمبادئ؟ والرساله هنا طبعا ما بتكلمش فيها ولا برد على الناس دول، لان انتوا عارفين اكتر مني ان دي ناس للاسف تندرج تحت قائمه المنافقين. دي ناس تعرضت هي شخصيا، معظم الاسماء دي سواء اللي كتبوا في مقالات صحفيه او اللي اتكلموا في برامج تلفزيونيه او اللي نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضوا هم شخصيا لكم كبير جدا من الاهانات. وما شفتش حد فيهم بيرد او بيعلق، بل ان هم تابعوا كل انواع الخروج عن مش بس القيم والمبادئ والاخلاقيات، ده في الرياضه، ده في كل مناحي الحياه. وسمعوا وشافوا اهانات واعتداءات لفظيه وجنسيه وخوض في الاعراض وسب للاهل ابهات وامهات، ولم يتطرق اي واحد فيهم للكلام عن فكره القيم والمبادئ اللي احنا لازم نحافظ عليها، بل انه الاهانات دي تخطت فكره التعرض للانديه المنافسه او الشخصيات المنافسه، ووصلت لحد انه في رؤساء انديه في مصر اهانوا الكيانات اللي هم بينتموا ليها، اهانوا الكيان نفسه. ومن بعده من بعد الاهانات دي تعرضوا بالاعتداء لفظيا وبدنيا على رموز النادي ده، بل ان هم تخطوا كل مراحل العقل والمنطق وتعرضوا بالاهانه للاعبين موجودين في فريقهم في ناديهم بيلعبوا في الوقت الحالي. مش بقول لك لاعب سابق ولا رمز سابق ولا اسطوره سابقه، لم يسلم احد، ما شفتش حد فيهم بيتكلم على القيم والاخلاق. فبالتالي الازدواجيه في المعايير هنا واضحه للجميع. طب ايه الغرض من الكلام في ده؟ ودي رسالتي لجماهير النادي الاهلي. طبعا الناس دي ما بتبصش في المرايه، واذا كانت بتبص في المرايه فهي عارفه كويس قوي حجمها وشكلها ومستواها، وهي تأبى انها تعترف بده، فبالتالي هي لا تعنيني باي حال من الاحوال. لكن اللي يعنيني جماهير النادي الاهلي انه فيما يبدو ان في محاوله. خدوا بالكم الانجازات اللي انا اتكلمت عليها في الاول دي جزء اساسي منها ولم تكن لتتحقق لو ما فيش جمهور زي جمهور نادي الاهلي منذ بدايه تاريخه، مع كامل احترامي لكل الاسماء الكبيره والرموز الكبيره. التيشيرت دي لو ما كانش واقف وراها جمهور عظيم زي جمهور نادي الاهلي، الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دي ما كانتش هتتحقق. جمهور الاهلي لاعب ومشارك اساسي واصيل في تحقيق كل انجازات النادي الاهلي على مدار تاريخه، وده باعتراف كل القائمين على مسؤوليه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في كل الاجيال. لكن هنا محاوله احداث واحد اما انقسام بين جماهير النادي الاهلي وبعضها، واما انه يكون شرخ في علاقه الثقه والمسانده والدعم اللي بيتلقاها او بتتلقاها اداره النادي الاهلي من قبل جماهيره، هو ده الهدف في توقيت الحالي. فكره انك انت تكلم لي او تبيع لي فكره انه ايه الفرق بين فلان الفلاني ولاعيبه كانت موجوده قبل كده في الاهلي، مش هشتريها. على فكره انا بعتبر نفسي واحد من جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في المدرج لسنين طويله، وفاهم تماما ومدرك انه على الرغم انه في ناس ممكن تتوقع انه جماهير الكوره على الرغم من بساطتها، انا كنت بشوف ناس بسيطه جدا وناس صغيره جدا في السن مستحيل تتخيل ان هم بلغوا من النضج ما يكفي للتحليل والتقييم والكلام بلغه العقل والمنطق، لكن جمهور المدرجات يا جماعه في منتهى الذكاء، وعنده قدره غير طبيعيه على النقد والتحليل. للاسف الشديد جدا دخلت عليه فئه على السوشيال ميديا، يمكن بقت بتاثر، يمكن بقت بتتحرك. فارجوكم خدوا بالكم، لو المدرجات كانت مفتوحة الوضع كان بقى مختلف تمام، الوضع كان هيكون مختلف تمام. فكرة انه تحاول تلعب في عقل جمهور النادي الاهلي ده شيء
ممكن يكون أشبه بالمستحيل. ومن هنا أنا بتكلم الحقيقة وبكلم جمهور النادي الأهلي في المقام الأول. فكرة إنه يتم تصدير صورة إنه الأهلي أو إدارة الأهلي عندها انقسام في مواقفها أو تباين في مواقفها أو إنها بتتعامل مع لاعبين بشكل معين ولاعبين تانيين بشكل مختلف بشكل كامل عشان هنا مبدأ المصلحة هو اللي بيحكم، دي فكرة لا أساس لها من الصح. وخد بالك وفرق بشكل كبير جدا ما بين الغلطة وما بين الجريمة. في فرق كبير جدا بين انه حد من اهلك، اهل بيتك او جيرانك او اصحابك او زمايلك ليه رصيد عندك او حتى ملهوش، يغلط معاك غلطه فيكون عندك قدره على التسامح او قدره على العفو، وبين ان هو يرتكب معاك جريمه صعب جدا على اي حد انه يتقبل انه يعفو لمجرد اعتذار. في فرق كبير جدا بين شخص ممكن يكون خان أو شخص ممكن يكون تمرد وشخص تاني. وبالمناسبة على فكرة في أوقات كتير جدا مش عايز أضرب أمثلة عشان ما أحرجش حد لأنه منهم كمان زمايل، لكن في أسماء كتيرة جدا جدا على فكرة جدا خرجت من نادي الأهلي وراحت انتمت لكيانات تانية ومع ذلك رجعت وخدت فرصة واتنين وتلاتة ورجعت لبيتها الاصلي، رجعت نادي الاهلي، والاهلي ما اعترضش وبالعكس واداهم فرصه وكبرهم واحترمهم وصحح مسارهم. يعني بعد ما راحوا وانتموا لكيانات ثانيه منها المنافس التقليدي زي نادي الزمالك، وانا ممكن اعد لك عشرات النجوم مش بس اللي خرجوا من الاهلي للزمالك مباشره. وخد بالك في فرق بين انه لعيب يخرج من الاهلي للزمالك او انه لعيب يجي من الزمالك للاهلي. جماهيريا بتوجع، جماهيريا مؤلمه. لكن الحد الفاصل هنا دايما هو رغبة اللاعب. مفيش لاعب في الدنيا هيلعب في نادي غصب عنه. ما لم تكن لديه الرغبة مفيش حد في الدنيا ممكن يجبره على ان هو ينتمي او يوقع عقد مع نادي على غير ارادته. ولا اللي خرجوا من الاهلي، على فكرة في كتير كمان من الاسماء دي جزء كبير جدا من انجازات نادي الزمالك مثلا اتحقق على ايد ولاد النادي الاهلي. انا ممكن اعدلك 10 20 30 اسم لو حضرتك فاضي ولو وقت الحلقه يسمح، اقول لك على نجوم كبيره جدا من العيار الثقيل راحت من الاهلي او كانت بتلعب في الاهلي لعبت في الزمالك وساهمت في تحقيق بطولات لنادي الزمالك وما فرقش عمرها ما فرقت معانا في لحظه من اللحظات. بتكلم بالذات على مستوى الجمهور، بتكلم بالذات على مستوى الجمهور. فكره انك انت تقارن بموقف رمضان صبحي وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد ورمضان، عبد الله السعيد لغايه النهارده في ناس كتير جدا بتشوفه افضل صانع العاب في مصر. رمضان صبحي كان في فتره من الفترات في ناس شايفاه وانا منهم كنت انه افضل لاعب كره في مصر. منذ خروجهم من النادي الاهلي هل توقفت مسيره الانجازات والبطولات والالقاب؟ بالعكس، اللي حققه الاهلي في غياب عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي ورمضان صبحي بعد خروجهم اكتر بكتير جدا من اللي حققه هم موجودين في النادي الاهلي.